أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل دعم الحكومة الكامل للعملية العسكرية الشاملة في سيناء، والتي تعد استكمالا لجهود الدولة التي بدأت في 30 يونيو عام 2013 لمجابهة الإرهاب، حيث يتطلع المجلس بعين الفخر والإعزاز لتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الأبية الذين يخوضون معركة شرف جديدة ضمن الحرب المقدسة على الإرهاب والسعي لاستئصال جذوره من أرض مصر الطيبة وتطهير البلاد من شرور عناصره التكفيرية الآثمة وتوجيه ضربات استباقية تهدف لتقويض مساعي قوى الظلام والتطرف في النيل من أمن هذا الوطن وعرقلة مسيرة البناء والتنمية.